أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها فرص نجاح الهدنة والسيناريوهات المحتملة للأوضاع في حال انهيارها. لم يمضي يومان من بدء سريان اتفاق الهدنة ووقف الأعمال القتالية إلى وكانت الميليشيا تنتهكها في أكثر من منطقة، وقد حذر المجلس العسكري في تعز من استمرار الخروقات ومواصلة القصف على الأحياء السكنية، مبديا احتفاظ الجيش والمقاومة بحق الدفاع عن النفس والرد على مصدر النيران. وتبادلت الأطراف على الأرض تهمة نقض الهدنة، غير أن مراقبين رصدوا عشرات الاختراقات من قبل الميليشيا في أكثر من منطقة، وبالتحديد في تعز التي شهدت قصفا عنيفا على أحياء الكامب والدعوة والزهراء في المدينة. رئيس هيئة أركان الجيش الوطني اللواء محمد المقدشي أكد صد الجيش الوطني صاروخا أطلقته الميليشيا على مأرب، كما صد هجمات عدة على قواته في نهم وصرواح وبيحان. أما من جانبه فحث المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ حث جميع الأطراف على الالتزام بوقف العنف والتهيئة لمحادثات السلام المرتقبة. كل هذه المعطيات تطرح تساؤلات عن مدى صمود الهدنة في حال استمرت الاختراقات، وعن إمكانية وفاء الميليشيا بكافة شروط اتفاق وقف إطلاق النار، وما هي السيناريوهات المحتملة للأوضاع في هذا البلد في حال انهيار الهدنة. قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا نذهب لمتابعة هذا التقرير. هدنة في اليمن يراها البعض أوهى من بيت العنكبوت، لكن الجميع يتمسك ببقائها ويتلو الصلوات كي تصمد في وجه الفشل من أجل تمكن العالم من إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين الواقعين في مناطق الحصار. وكما كان متوقعا فقد حدث ما كان الجميع يحاول إنكاره وإخفاؤه، حيث وقعت عشرات الخروقات بعد ساعات من دخول قرار وقف الأعمال القتالية حيز التنفيذ بعد عام وأكثر من الحرب الدامية. وهو بحسب مراقبين ما يعد امتدادا لفشل أكثر من 5 إعلانات لوقف إطلاق النار منذ بدء الحرب في اليمن. اليوم الأول والثاني للهدنة لم يمر بهدوء على سكان مدينة تعز، فقد سقط قتلى وجرحى في قصف عشوائي شنته الميليشيا على الأحياء السكنية، وهوجمت مواقع المقاومة والجيش الوطني في استدراج للاشتباك معهم. المجلس العسكري حذر من استمرار اختراق الميليشيا لقرار وقف إطلاق النار، مبديا احتفاظهم بالدفاع عن النفس والرد على مصدر النيران. استمروا في قصف المدينة طوال الليل في المدفعية والصواريخ من أماكنها إلى المدينة، ضرب مركز وليس عشوائي، ضرب مركز على المواطنين على أماكن تجمعات الناس، مما أحدث يعني بعض الخسائر المادية والبشرية. فنحن لازلنا مؤملين إيقاف إطلاق النار، ولكن اليد على الزناد. خارطة المعارك في كل من مأرب والجوف وشبوة وصنعاء لم تكن هادئة أيضا، فقد تبادل الطرفان تهم نقض الهدنة بشن الهجمات المباغتة. وبحسب قيادة الجيش الوطني فقد اعترضت القاعدة الجوية صاروخا أطلقته الميليشيا على مدينة مأرب، وصدت القوات عدة هجمات على مواقعها في بيحان وصرواح ونهم. استمرار الانتهاكات من قبل الميليشيا رغم الهدنة المعلنة والسارية رسميا لا يؤكد حرصها على الالتزام بما اتفق عليه جميع الأطراف والذهاب لمحادثات سلام كما تؤكد بيانات وتصريحات قياداتها. فاستمرار المعارك دليل على رغبتها في التصعيد والتوسع الميداني من أجل تحسين الوضع التفاوضي. ماذا سيحدث في حال انهيار الهدنة؟ لا أحد يعلم بالتحديد. هل ستذهب الأطراف للمفاوضات رغم ذلك أم ستتعثر الخطوات؟ المؤكد أن انهيار الهدنة يعني انهيارا لجهود الحل السياسي. يحدث أن ينتهك قرار وقف إطلاق النار بدرجات متفاوتة وأحيانا بعيدا عن أعين وسائل الإعلام، لكن اللجان المحلية التي شكلت لمراقبة الهدنة يجدر بها تقصي الحقائق ورفع ذلك للأمم المتحدة بحسب التعليمات. أهي سياسة كسب الأرض والوقت قبل جولة مفاوضات الكويت المقرر في 18 من الشهر الجاري؟ وهل ستصمد الهدنة الهشة أمام مزيد من الخرق؟ بطبيعة الحال مشاهدينا الكرام، مصادر في الحكومة اتهمت الميليشيا بخرق الهدنة في تعز وواصلت ماراثون القصف على الأحياء السكنية وتشديد الحصار على المدينة. للوقوف على التطورات في تعز وفي غيرها من المحافظات سنبدأ مع مراسلنا من تعز فواز الحمادي. مساء الخير فواز. فواز، كيف تصف لنا الأوضاع الميدانية؟ هل بالفعل كانت هناك خروقات؟ فواز
يبدو أن هناك إشكالية في الاتصال مع فواز من المصدر. أنتقل إلى مراسل قناة بلقيس في الساحل الغربي علي جعبور. مساء الخير علي. مساء الخير أخي. علي، حدثنا عن الأوضاع في محافظة حجة بشكل عام، هل صمدت الهدنة هناك؟ الهدنة لا تزال صامدة بالفعل حتى وقتنا هذا. سجلت بالأمس خروقات من قبل ميليشيا الحوثي، حيث تم قنص أحد الجنود في وقت لم يكن فيه أي اشتباكات عسكرية بين الطرفين. بالنسبة لليوم لم تسجل أي خروقات عسكرية، ولكن كما علمنا من الجادة العسكريين فإنهم يحتفظون بحق الرد في حالة عودة الميليشيات الحوثية لخط الهدنة مرة أخرى. طيب، عملية القنص التي حدثت بالأمس أين بالضبط؟ بالأمس في أحد المواقع العسكرية التابعة للجيش الوطني في ميدي. نعم، إذن شكرا لك علي جعبور مراسل قناة بلقيس في الساحل الغربي. نعود إلى مراسلنا في تعز فواز الحمادي. فواز، حدثنا أكثر عن الأوضاع الميدانية في محافظة تعز. أهلا فيك. الوضع في تعز يقول أن الساعات التي تلت بدء دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لا تختلف كثيرا عن الساعات التي سبقتها، فالقصف على الأحياء السكنية مستمر وبشكل عنيف جدا. المواطنون هنا يتساءلون عن أين هي الهدنة التي أعلن عنها، فقد تعرضت أحياء الكمب والدعوة والزهراء وتعبات لقصف عنيف من قبل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح التي تتمركز في عدة مواقع، وأيضا احترق أحد منازل المواطنين بجوار معسكر اللواء 35 مدرع بقصف تعرض له من قبل الميليشيات الحوثية. المجلس العسكري في تعز قال أن أكثر من 50 خرقا نفذتهم الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في عدة جبهات بتعز. أيضا تعرضت عدد من مواقع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لقصف بمختلف أنواع الأسلحة، منها مواقع في جبهة الضباب ومعسكر اللواء 35 مدرع، ومواقع في جبهة حيفان وأيضا في منطقة العبوس. أيضا هناك تعزيزات عسكرية كبيرة أرسلتها الميليشيات الانقلابية إلى جبهة الوازعية، تمثلت بخمس دبابات ومدفع هاوزر وعدد من الأطقم العسكرية. نصبت الميليشيات مدفع هاوزر بجوار مدرسة سكينة التي تتوقع فيها عدد من المعتقلين الذين اعتقلتهم الميليشيات الحوثية من أبناء مديرية الوازعية، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 150 معتقل. أيضا الميليشيات تقصف عدد من المواقع لقوات الجيش الوطني في زهور مثنى السمن والصابون، وقد استشهد اليوم يوسف سعيد مسعد العوني أحد أبطال اللواء 35 مدرع، وهو قائد مجموعة الشهيد محمد العوني برصاص قناص حوثي متمركز في تبة الضمين جوار معسكر اللواء 35 مدرع. نعم، طيب فواز، هل رد الجيش الوطني والمقاومة على هذه الخروقات؟ نعم، بعض المواقع التي شهدت هجوم ومحاولة تقدم من الميليشيات الانقلابية واجهت صدا من قبل رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، كما حصل في منطقة الخلل بين عزلة الأقروب ودمنة خدير، حيث قامت الميليشيات بقصف عنيف على مواقع الجيش الوطني، تبعها محاولة تقدم للميليشيات الانقلابية، لكن رجال الجيش الوطني صدوا هذا الهجوم، وقالت قيادة الجبهة أنها لن تستسلم وأنها سترد على أي محاولة خروقات أو أي محاولة تقدم للميليشيات الانقلابية. طيب، وأنها نعم فواز، بالرد على مصادر النيران. ماذا عن طائرات التحالف؟ هل حلقت في المنطقة خلال اليومين الماضيين؟ طائرات التحالف تحليقها في جبهة تعز انخفض بشكل كبير، لكن غاراتها شبه متوقفة وفقا لبيانات التحالف أنه سيلتزم بوقف إطلاق النار ولكنه يحتفظ بحق الرد. لم تسجل غارات اليوم لطائرات التحالف العربي على أي مواقع الميليشيات الانقلابية في جبهة تعز.
أشكرك شكرا جزيلا فواز الحمادي مراسلنا من تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن المحلل السياسي عبد الناصر المودع، معنا عبر الهاتف من عمان. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. يعني لم يمر على الهدنة إلا يومين فقط، لكن الخروقات حدثت، كيف يمكن الإطمئنان إلى وجود هذه الهدنة والتحضيرات لمحادثات السلام في الكويت، خاصة مع حديث ولد الشيخ على أن الهدنة صامدة إلى الآن؟ يعني بشكل عام الهدنة كان من المتوقع أنها لن تصمد وأنها ستخترق، لأن الظروف التي أتت فيها الهدنة لا تجعل من أن نتوقع لها النجاح، لأن الأطراف لا زالت متخندقة في مواقعها السياسية ومواقعها العسكرية، وبعض المناطق لا زالت محاصرة كمدينة تعز، وبالتالي هدنة ووقف إطلاق نار في مدينة تعز يخدم الطرف المحاصر، لأن وقف إطلاق النار يعني أن الاستسلام والقبول بالحصار طوال فترة وقف إطلاق النار وطوال فترة الهدنة، وبالتالي المحاصر هو المستفيد من وقف إطلاق النار. هذا على مستوى جبهة تعز. الجبهات الأخرى والتي شهدت بعضها تصعيد وبعضها انخفاض أو نفس مستوى الأعمال الحربية، هذا الأمر أيضا متوقع، لأن كل طرف لا زال يحاول أن يستفيد وأن يحقق مكاسب على الأرض، لأن الهدنة لم تأتي كنتيجة لتسوية سياسية، بحيث أنه كل طرف أصبح يدرك إلى أين ستسير الأمور وأين موقعه وحجمه بالضبط إذا كان هناك تسوية، ولكن كونها أتت دون تسوية فإنها ستظل هدنة هشة. نعم أستاذ عبد الناصر، تفضل. نعم. نعم أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سنكمل، لكن ينضم إلينا الآن من الرياض وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري. معالي الوزير مساء الخير بداية. مساء النور أخي. أهلا وسهلا. معالي الوزير، كيف تنظر الحكومة إلى هذه الخروقات التي حدثت بعد سريان الهدنة؟ طبعا الحكومة ستذهب إلى الرياض، ونحن في الحكومة نريد السلام ونريد أن تطبع كل الأوضاع على مستوى اليمن، ونأمل أن تعي هذه الجماعات وهذه الميليشيات ألا مناص عن السلام بتطبيق قرار 2216، ولكن أنا أعتقد بأن هذه الجماعات وهذه الميليشيات لا يمكن أن تلتزم بالهدنة ولا يمكن أن تلتزم بوقف إطلاق النار. تم اختراق هذه الهدنة في أول يوم من خلال اعتداءهم على محافظة الجوف، وأيضا اعتداءهم على محافظة تعز، واعتداءهم على أكثر من جبهة، وإلى اليوم لا زالت هذه الميليشيات وهذه الجماعات تخترق هذه الهدنة، وهناك مئات الحالات المسجلة على هذه الجماعات وهذه الميليشيات التي قامت باختراق هذه الهدنة. الحكومة ملتزمة التزام كامل تجاه أبناء هذا الوطن، من حيث مسؤولية هذه الحكومة تجاه أبناء الوطن تجاه أبناء الشعب. نحن نريد الأمن، نريد الاستقرار، ولكن هذه الجماعات وهذه الميليشيات كما نعرفها وجربناها في عدن وفي أكثر من محافظة من خلال هدن سابقة، هذه الجماعات وهذه الميليشيات لا تعيش إلا على الدم وعلى الدمار. طيب معالي الوزير، يعني لربما أنت كنت تقصد الكويت وليس الرياض في الحديث عن المشاورات، لكن الآن الميليشيا يعني لم تقدم للحكومة ضمانات كافية من قبل الميليشيا، كان الحديث عن وجود التزامات من قبل الأطراف، الآن هناك اختراقات للهدنة، كيف سيتم التعامل معها بشكل عام بين الحكومة وبين المبعوث الأممي الذي يعني أعلن عن هذه الهدنة؟ طبعا تم الرفع إلى المبعوث الأممي، تم اللقاء من قبل فخامة الأخ الرئيس ونائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وتم رفع كافة الخروقات التي تمت من قبل هذه الميليشيات. لا زالت جماعة الحوثي وميليشيات صالح مصرة على اختراق هذه الهدنة، لا زالت هذه الجماعات وهذه الميليشيات مصرة على أن لا تقبل بهذه الهدنة، وأن تحاول الكذب على أبناء هذا الشعب، الكذب على المبعوث الدولي كما هي عادة هذه الجماعات وهذه الميليشيات. طبعا هناك مساران حقيقيان لدى الحكومة، توجه حقيقي أولا نحو السلام،
توجه نحو الكويت، توجه نحو مزيد من تفعيل قرارات الأمم المتحدة. وهذه الجماعات وهذه الميليشيات لا يمكن أن يتم التعامل معها إلا وفق القرار الأممي، ولكن هناك الجبهات وهناك المقاومة أيضا في الاتجاه الآخر، وهناك أبطال القوات المسلحة. لا زالت هذه الجماعات التي نعتقد أيضا باختراقهم لهذه الهدنة أنها تعيش في الأيام الأخيرة في الانتحار الأخير، هي اليوم ترتكب هذه الحماقات وهذه الاعتداءات. وهؤلاء الشهداء الذين رأيناهم أبناءنا وأطفالنا وشبابنا في مدينة تعز الباسلة نتيجة تعنت هذه الميليشيات، لكن الحكومة مصرة على المضي قدما في اتجاه السلام. نعم معالي الوزير، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أعود إلى الأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، يعني في حال استمرت الخروقات من قبل الحوثيين ويعني في ظل هذه الهدنة الهشة كما يتحدث الكثيرين، ما هي السيناريوهات المحتملة في مفاوضات الكويت؟ هل ستتعثر؟ في حال كانت الخروقات بالمستوى الحالي أعتقد أن المفاوضات ستعقد، لكن ليس بالضرورة ستنجح. أما في حال حدث اختراق كبير وأدى إلى اختراق عسكري واضح ومهم من أي طرف، ربما المحادثات تتأجل، تتعثر، تلغى، كل هذه الاحتمالات واردة، ولكن تبعا للتغيرات في الميدان. من ناحية أخرى علينا أن نعرف أن الجميع تقريبا ذهب إلى المفاوضات وذهب إلى الهدنة ليس برغبة كاملة نحو مفاوضات حقيقية، ولكن تحت ضغوط، الجميع تحت ضغوط من العالم الخارجي تحديدا، ضغط على الجميع بوقف الحرب والذهاب إلى المفاوضات. لكن المفاوضات ستجرى في ظل وضع أولا عسكري جامد، ليس هناك من تهديد حقيقي للإنقلابيين من قبل القوات الشرعية والمقاومة، بحيث أننا نقول بأنها قد وصلت إلى حالة الخطر الذي يجعلها تقدم على تنازلات. من ناحية أخرى هذه الميليشيات لا زالت تمارس ممارساتها السابقة من خلال الاعتقال والاختطاف والتعيين في الوظائف الحكومية، وكلها إجراءات تشير إلى أن هذه الجماعة لم تهيئ نفسها وليست هي بصدد الدخول في مفاوضات حقيقية وفي سلام حقيقي. ولهذا لا نتوقع، حتى لو عقدت هذه المفاوضات، لا نتوقع أن يحدث فيها أي نجاح باتجاه تسوية حقيقية، لأن الأوضاع على الأرض لا تفيد بأن تسوية من هذا النوع ستحدث. طيب تفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الناصر. أعود إلى معالي الوزير نايف البكري. معالي الوزير، الآن كانت يعني هناك تقدم يعني تحدثت عنه وسائل الإعلام في مسار تفاهمات بين السعودية أو الرياض والحوثيين، وهناك لجنة عسكرية مشتركة تم إقرارها لمراقبة وقف إطلاق النار. هل نحن أمام مشهد الآن أكثر توافقا؟ وهل يبدو هناك أو هل تبدو هناك مساحة من التفاؤل في المستقبل في ظل هذه المعطيات؟ طبعا نحن ندرك بأن الحوثيين الهدنة هي خارج اهتمامهم. ندرك بأن الحوثيين ليس أمامهم اليوم إلا أن يذهبوا إلى الكويت، وأن هذا التفاؤل أن يكون بتطبيق قرار الأمم المتحدة. طبعا نحن متفائلين في الكويت، الحكومة ذاهبة من أجل السلام، ذاهبة لأنها اليوم في مسؤولية أمام هذا الوطن، والحوثيون اليوم مصرين على هذه الاختراقات وعلى هذه الاعتداءات التي رأينا المشاهد التي تدمي قلوب اليمنيين، ما رأينا في مستشفى الثورة في مدينة تعز. لكن نحن أيضا أمام هذه المشاهد كلها، نحن في مسارات متعددة، وأنا قد جئت من محافظة مارب والجوف، ولدينا أكثر الجبهات اليوم التي رأينا فيها انتصارات متتالية، ورأينا فيها أيضا إخواننا من أبطال القوات المسلحة ومن أبطال المقاومة الذين لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يكونوا اليوم هناك رمزية واحدة وهناك صورة واحدة لأبناء اليمن، وهي عودة الشرعية على هذه الجماعات وعلى هذه الميليشيات أن تذهب إلى الكويت. نعم.
وأن تكون بمصداقية عالية. أما نحن في الحكومة سنذهب إلى كل المسارات، لأن نحن اليوم أخواننا في التحالف نريد السلام، نريد الأمن والاستقرار لهذا البلد الذي أكثر من سنة هو يعني اليوم يمر في ظروف صعبة. معالي الوزير، في هذه النقطة تحديدا وبسؤال أخير وبعجالة أيضا، يعني الحديث عن تطبيق القرار 2216 في كثير من الأوساط المؤيدة للشرعية هو حديث يعني يأتي في إطار الاستجابة ل توجهات الأمم المتحدة. هناك من يطرح على أن على الحكومة أن ترفع من سقف مطالبها حتى يعني يحدث نوع من التوازن بين تهربات الحوثيين من تنفيذ هذا القرار وما بين مطالب الأمم المتحدة بتنفيذه. هل ترى أنت أن على الحكومة رفع سقف مطالبها في المشاورات القادمة بشكل أكبر؟ طبعا تأتي هذه المشاورات وفق قرار الأمم المتحدة وأيضا المبعوث الدولي الذي من أهم هذه القرارات ومن أهم هذه البنود، الانسحاب الكامل من المحافظات، الانسحاب الكامل من المؤسسات الحكومية، التسليم وكل ما لدى هذه الميليشيات وهذه الجماعات من أسلحة ثقيلة وغيرها، وأيضا الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدنيين. إذا أرادت هذه الجماعات باختصار إذا أرادت هذه الجماعات وهذه الميليشيات اليوم أن تلتزم بتطبيق هذا القرار فسنتجه إلى السلام، ونحن ذاهبون من أجل السلام وهي مسؤوليتنا جميعا. ولكن قرار الأمم المتحدة، وطبعا نحن كحكومة مسؤولين وملتزمين بهذه القرارات الدولية، ونحن ملتزمين أن نذهب، ملتزمين بوقف إطلاق النار بالهدنة، ولكن في اتجاه آخر، في مزار آخر. ينبغي على هؤلاء الحوثيين وهذه الجماعات وهذه الميليشيات تعرف بأن أبناء الوطن لا يمكن أن يقبلوا هذا المشروع، وأن المقاومة ستذهب بعيدا بإذن الله عز وجل وأبطال القوات المسلحة، وسيكون النصر عما قريب واللقاء عما قريب في صنعاء. معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، يعني وفق هذه النظرة الحكومية التي يعني تتشبث أكثر ب يعني سقف قرار مجلس الأمن 2216 في يعني تماهي إلى حد ما مع النظرة الأممية يعني بشكل عام كما يقول الكثير من المراقبين، كيف ترى مستقبل هذه المشاورات في ظل الهدنة الهشة التي يعني نشاهده؟ طبعا يبدو أن قرار 2216 هو السقف الغير واقعي حتى الآن. لنكن واقعيين، عندما ذكرت بأن على الحكومة أن ترفع سقف، الحكومة هي لا تستطيع أيضا حتى الوصول. القرار بحد ذاته هو سقف عالي في ظل الأوضاع الحالية، لا يمكن تطبيقه. القرار يشير وينص على أن تسلم الميليشيا أسلحتها، أن تنسحب من مؤسسات الدولة، أن كل هذا يعني استسلام كامل للميليشيا، و الوضع على الأرض لا يشير أن هذه الميليشيا ستستسلم وستستجيب لمتطلبات القرار، وبالتالي أي تسوية ستكون لها مرجعياتها الخاصة. ليس صحيح على ما يردده السياسيون من أن مرجعية الحوار والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن، هذا كلام رسمي وكلام غير واقعي. أي تسوية حقيقية هي انعكاس للواقع على الأرض. فعلى سبيل المثال، لو أن الحكومة الشرعية ومن خلفها المقاومة والقوى التي تقاتل الحوثيين هزمت الحوثيين هزيمة كاملة، فإنها لن تلتفت إلى القرار الأممي وستنشئ مرجعيتها الخاصة وفقا لهذا الوضع. إن بقى الوضع على حاله، الميليشيا لن تخضع ولن تقبل بأن تستسلم وأن تلتزم بقرار مجلس الأمن، خاصة وأن هناك إشكاليات كثيرة فنية وسياسية ولوجستية. فعلى سبيل المثال، عندما القرار يتحدث عن تسليم السلاح لمن؟ الجيش الذي الآن هو في المناطق الحوثيين مخترق من قبل هذه الجماعات، وأصبحت هذه الجماعات تسيره، وبالتالي لم يعد هذا الجيش هو الجيش الدولة المحايد الذي سيقبل أيا كان بتسليم السلاح له، لأنه في هذه الحال وكأن الحركة الحوثية تسلم السلاح بيدها اليمنى ليدها اليسرى والعكس.
فيما الجيش الآخر الذي هو الجيش الوطني لا تعترف به القوى الانقلابية، وبالتالي ليس هناك من قوى محايدة يمكن تسليمها السلاح، ولا أيضا أجهزة الدولة، هم أيضا تغلغلوا في أجهزة الدولة وأصبحوا مسيطرين عليها. أي دولة نتحدث عنها الآن؟ إذا نحن في وضع ومشهد فوضوي. الكلام الذي يدور ويقال حول تطبيق القرار وحول رفع السقف وحول كل هذا الكلام لا غير واقعي. الواقع على الأرض شيء والأمنيات شيء آخر. أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. وينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الصحفي غمدان اليوسفي من القاهرة. مساء الخير أستاذ غمدان. أهلا وسهلا مساء النور أستاذ غمدان. إذا ما تحدثنا عن أن يعني هناك رصد من قبل الراصدين المحليين ومن قبل الكثير من الجهات للخروقات التي تحدث في الميدان، هل يكفي هذا الرصد لتحديد موقف دولي إزاء هذه الخروقات قبل التوجه إلى مشاورات الكويت؟ تحديدا الموقف الدولي يبنى على كثير من الأمور، منها ما سيرفعه الراصدون المحليون أو أيضا يعني ربما هم يعني سيكونوا المعنيين بهذه الدرجة، طالما المواقف الدولية لم تعد تعتمد لا على تقارير الحوثيين ولا على تقارير الحكومة، تعتبر أنها أطراف متنازعة. بينما هنا في الميدان، حتى في الميدان اعتقد انها لن تعتمد كثيرا، لانه في الميدان ايضا تم تعيين راصدين من قبل الحوثيين وراصدين من قبل الحكومه، يعني فبالتالي كل شخص سيرصد وفقا لما يراه. لكن يبقى الامل ايضا قائما ان يعني طول فتره وقت اطلاق النار ربما قد ترفع من وتيره يعني الامل بان يتم التوقف تدريجيا عن المواجهات. ربما إذا لاحظنا مثلا خلال هذه الـ 24 ساعة الماضية قد تكون أخف يعني مقارنة باليوم الذي سبق وهو يوم إعلان الحزنة، فهذا ربما يعني يستدعي كثير من التوقف، أن هناك ربما قد نصل إلى يعني في مرحلة بعد 4 أيام أو 3 أيام إلى وقت شبه كلي للأعمال القتالية، وهي ربما هذه ستكون رسالة واضحة أن يعني قد يحدث جديد في الكويت، قد يحدث جديد، ليس أملا بأن تنحل كل الأمور، لكن أنه وقت إطلاق النار على الأقل ولو فترة مؤقتة ربما ينبئ بمسألة مختلفة، يعني على مر عام الناس ينتظرون كانوا أي خطوة تغير هذا الواقع، وإذا صح وثبتت هذه التنبؤات أو الآمال أو الطموحات قد يعني تبعث نوع من الأمل بأن الإشكالية قد تنتقل إلى مرحلة. طيب هل يأتي أيضا كذلك منع وسائل أو الحديث عن منع وسائل الإعلام من الإطلاع على ما يجري في كواليس الدبلوماسية والمشاورات، يأتي في إطار التفاؤل الذي تفضلت به قبل قليل؟ هي كانت قد طرحت هذه الفكرة أو هذا الموضوع تحديدا، قد طرح في جنيف 2 وقبله أن يتم يعني منع التحدث من قبل المعنيين في الجماعة في الطرفين عن لوسائل الإعلام، وترى هذا الأمر ربما لفترة مؤقتة في جنيف 2، لكن بعدها ظهر محمد عبد السلام وخرق هذا البند، ثم بعد ذلك توالى ظهور بقية الأعضاء الفريقين بالظهور، و لكن اعتقد انه طرف الحكومه التزم حتى اخر يوم ولم يظهر اعلاميا حتى اخر لحظه. ربما هي الاشكاليه في ان الحكومه تذهب بحسن النوايا بعيدا، يعني في المره السابقه اذكر انه لم ترتب الحكومه اساسا لاستضافه اي صحفيين او اعلاميين في جنيف، وفي اللحظات الاخيره حين ابلغت يعني من قبل يعني البعض هناك أن الحوثيين حشدوا كل القنوات العراقية والسورية والإيرانية واللبنانية، وجاءوا برئيس وكالة الأنباء وكالة الصحافة الإسلامية أو ما يسمى بأبو مصطفى، هو الذي جاء يدير هذه المسألة الإعلامية هناك، فانتبهت الحكومة يعني إلى هذه الخطوة يعني بشكل متأخر، وألحقت بعض الإعلاميين من الرياض والبعض الذين كانوا في دول يعني في دول اوروبيه. يعني الحكومه تتعامل بحسن نوايا كثيره، قد تذهب بعيدا هذه المره، وربما لا تاخذ حتى صحفيين او اعلاميين للكويت ربما حسب ما يدور الان، لكن سيفاجئون كما في المره السابقه ان
كل الوسائل الإعلامية الإيرانية وبقادتها سواء السياسيين أو الإعلاميين أمامهم في الكويت، وفي النهاية لا أحد يمنعهم هناك. يعني في النهاية الكويت دولة تمنح، يعني هي دولة مستضيفة لا تمنع التأشيرة على أحد، وهذه الإشكالية ستبقى قائمة إذا لم تكن الحكومة أساسا يعني تأخذ بعين الاعتبار هذه المرجعية. في النهاية نحن نعمل، الجميع يعمل على كل المسارات الإعلامية والسياسية والعسكرية، وألا يتم تغليب جانب على آخر، أو على الأقل يعني يعطى كل جانب من هذه الجوانب حقه في التغطية، لكن حسن النوايا الكثير الكثير من حسن النوايا هو ربما لا يعود بكثير في صالح الحكومة. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي غمدان اليوسفي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. إذا مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة أشكركم على حسن المتابعة والإنصات. في الختام تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمام في التقديم، وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.